ده الار يو فيو. الار يو فيو تعالوا نفتكر كده هنا فين الار يو ار بي او. اه اول واحد اهو بس ده كان ده كله ده كله ده لين ار يو 30 درجه بس ار يو كان هيبقى حاجه ما بين ده وما بين ده كده. هم اصلا دول مش بعيد عن بعض قوي يعني ده كرينيال الام 6 ده فوق ده كودا الال 6 8 نزل تحت شويه فهو هيبقى حاجه ما بين الاثنين دول. بس الشاهد انه فرد مين الليفت فانكل فخلى الليفت فانكل احسن فيو للليفت فنتريكولار انجيوجرام او فنتريكولار جرام يبقى الار يو 30 درجه. طيب يبقى انا لما هعلق على دي هقول ايه بقى؟ اول حاجه الكاستر تايم كورس التايم بيك تيل كاستر كورس انا مش شايف ان انا جايه منين. طيب هنا بقى في دي بس انا طالع منين الديسندنج اورتا يبقى ده فيمورال يبقى اول فيمورال اورتا بعد كده ايه؟ ليفت فنتل. بعدين لما بصوا انا ما عدلت الحقن هنا هنا دي من غير ما نحن لسه دلوقتي في البدايه. بعدين لما حقن هنا احنا في دايستوليك فريم ولا سيستوليك فريم اعرف ازاي انا الكلام ده لما لقيت الاورت فالف مقفول وانا مش شايف الاورت بس هيبان بقى دي ان الاورت فالف مفتوح ايجيبت ليه؟ مش مجرد ايجيبت خد بالك ممكن تبقى في اخوان من الديك تيل موجوده في الاورت لسه عن الايديال انك تزقها لغايه دول. بس الفكره في ايه بقى في ده؟ بدا دي ليفت شيء ساينس ممكن تخش مليانه بالجيبس نعم ممكن تبقاش مليانه بالصبع عشان هي فيس ايوه لا بس انا بتكلم عن الخط ده فالف مفتوح ده بعد ما ده وبعدين اصلا الولاد ده على بعضه باين قوي ان هنا الفيرتك اللي ايه؟ زي ما انا كان في الباستور. طيب ايه ده الاستراكشر ده؟ الاستراكشر الخط ده ايه؟ حاجه مش ماليه في السكسكور ولا في اللي حاجه اتوميك ورا اللي ورا اللي دي مش ماليه في السكسكور ورا اكسترا انتريكو نفس انتري ايوه ده مايتر يعني الخط ده مثلا بقلب وراك ده هيبقى ايه؟ نفس انتري طيب قول كام ليه؟ عشان بقى لو هو انتريكو جنب باين مايتر ريجيرش لازم تلاقي الجيت باين يطلع مين؟ ليفت انتر. طب لو دي ليفلت يبقى الليفلت بتاعت الاورطه اللي لازقه فيها على طول من بتاعت مايتر تبقى مين؟ انتير ليفلت وتبقى اللي تحت دي هي مين؟ البوستيري ليفلت. واضح ولا ايه؟ استنى كنت لقيت الشكل ده بقى مثلا ده طول هيبقى ان الاورطة كده صمود يكون مستوى ار في برضه نفس الفكره هو لو طلع اورطة خلاص؟ غير ان انا ما نعرفش ندخل من الكربونري للار في انا هدخل الكربونري ازاي؟ الا لو في جلان بقى هنقول اوريها لك يبقى ده دايستوليك فريم ده يبقى سيستوليك فريم يبقى انا لما الاقي الفنتل بالشكل ده اقول له ده ار اي او فيو خلاص رايت انتيريور بليك وهنا بقى ده هيبقى ليفت انتر طبعا ده مش مالي خلاص ما فيش مالتر بيجيش ليفت انتر واقول له اذا كان سيستوليك فريم ولا دايستوليك فريم لو جاب لي ايه فريم واحد يعني ده يكون له برده من الفايندنج لما احدد الفريم على حسب ايه الاورطه مفتوحه على طول والوقت مفتوحه على طول. طيب ايه الاستراكشر ده؟ كده يا مصر؟ ايوه يا مصر دي مكان مصر مصر ميديا يا ابا في اليوم كده مش حاجه عاديه يعني عشان بس ايه ما تقولش فيها. طيب احنا بقى عايزين نمشي واحده واحده زي ما قلنا كده. وات از فيو؟ ار اي كودل ليه قلت ار اي كودل؟ الريبس نازله يمين مستوى شمال ايه ده؟ ده الفايل اللي دي فين؟ اللي دي
واحنا بنعرف منين هنا اللي هو ار او كده احنا قلنا دي في الار سي شكل مع شكل الرايت كورونري الكيرف بتاع السي بيفتح لما يبقى ال او ماشي يعني يبقى سي كبيره كده واحنا ال او لما نيجي كرينيال فيو ده بيحصل بيبقى شكله عامل كده وبعدين ايه الفايده بقى لان هنا ال او كرينيال فيو ده او سوري كرينيال فيو ايه بيبين البايفوكيشن البي دي اي والبوستر لاترال برانش فهنا هيبقوا اوفرلاب مش هشوفه يبقى في الليل اللي هو عادي هشوف السي كويس اشوف بروكسيمال وميد سيجمنت وديستال قبل البايفوكيشن عايز اشوف بقى الديستال والبايفوكيشن افضل ما يكون لان الميكسنج هيبقى فور شورت هنا اشوف في الكرينيال طيب لو ان احنا بنتكلم على lateral view اللي هو كيني بط لا epicranial طبعا حبيت لو جيت اللي هو سنة او قبل سنة مش هيبقى ده كرينيال فيو هيبين لي لو ان انا بتكلم بقى على lateral view هتلاقي كده هتلاقي الرايت كورونري جاي كده لانه ماشي في الايفي جروف الرايت فنتركل بيبقى انتيريور كده فبيطلع له الار في برانش كده وبعدين هو هنا بقى يدخل البايفوكيت مش هتشوف انت اصلا البايفوكيشن بتاعته اللي جوه دي فانت ده بيبين لي الميد سيجمنت طوله والار في برانش طبعا هيبان كاست الكورس بقى ده طالع من الاورطه ولف في الاورطه الارش ولف في الاورطه بعدين كوري دي حصلت بشكل اورطه Definitely defect.
موست بروبابل. احنا شايفين هنا طبعا الفيت لازم يبقى من الداي حوالي من 3 سايز، يعني تلاقي الداي قبليه وبعديه ورم هنا كده، وتشوفها في تو اورثوجونال فيوز. تو ايه؟ يعني تو فيوز بيرپنديكولار على بعض. يعني اذا كان ده مثلا الار يو كودال فيو، فالبيرپنديكولار عليه ممكن اروح سبايدر فيو، ممكن اروح كده يبقى ال اوكرينيال فيو. ده يبقى ايه؟ عمود عليه شفتها ان تو بيرپنديكولار فيوز. ده عشان اشخص ايه؟ ترومبس. احنا شايفين فعلا ديفكتس ديسم اوف ترومبس. طب انت بتقول وارد انه كان في ستنت، يعني ممكن تشوفها احسن وانت وهي مش مليانه اصلا. يعني لو مديك صوره قبل ما يحلم وصوره قبل ما يحلم، او هو مديك سن، يبقى هنشوف اذا كان في ستنت ولا لا، او جواها ايه؟ الستنت ترومبوز ولا لا. طيب Shortly after the books are seen, phenological aneurysm augmentation. Funny. What's going to come in with this man? لما اقل من 1.5 الدايمتر بتاعه، يعني هو زياده 1.3 1.4 كده، يبقى اسمه ectasia. طبعا ده ايه؟ ثانيه ينفع اقول فندم ان بعد الريزم في ايه؟ في شيء ديفكتس اه صحيح. انا مش عارف وفي الام سيكس برضه قبل ال قبل في سيوس كده اه كان برضه في اثر. برضه ده كان جيوغرافي Involving the full segments اللي انت شايفها فيها. دي علشان انت شفت الديستكشن في حياتك قبل كده ولا لا؟ يعني شفتها خلاص يبقى كل اللي عملته ده بقى اكتيزيا. لانه الفيزل لو ارتبطنا بقيه الفيزل يعني هو ده. شفت عندك حتى الفول دي اكتاتك مش عندي افضل محمد خلاص خدها برايت كوروناري في اليوم واحده من تارجت تشامبرز كلهم البرشر فيهم قليل.
اقل من لو كان ماشي طبيعي لانه كان بيدخل جزء منه جوه المايكارديوم، فالمايكارديوم كان بيستريس عليه وبالتالي كان البريشر جريدينت كان قليل. انما لما اتفتح على تشامبر البريشر فيها زيرو والكورونر البريشر فيها اثناء الباسكول 80 90 فيبقى جريدينت كبير فبيعمل ستيل. فلما بيعمل ستيل بيدخل له كميات كبيره من البلاط فتلاقي الفيزل اللي هو بينتهي فيه فيستولا هتلاقيه دايليتد فهتلاقي دايليتد وتورشز. الحاجه الثانيه بقى لما تلاقي الستيل خرجت بره الفيزل يعني هنا دي مثلا ده جزء من الدايليتيشن عادي بس اول ما تلاقي الستيل طلعت بره خالص ما بقتش جوه اسطوانه خلاص يبقى ده الاوت بتاعها. فتحت فين بقى؟ احنا هنا ار في لان الار اي اهو اصلا. خلينا برضه نقول حاجه مهمه جدا هو الار اي ماشي فين؟ رايت اي في جروف بين الرايت اتريم والرايت فنتريك. فده علشان اقول عليه فتحت في الرايت اتريم لازم يفتح ورف وفتحت في ده في الاي بي فيو خلاص فتحت قدام الحته دي الحته دي في الاي في جروف فتحت قدام خلاص بقى في الار في فتحت ورا بقى في الايه؟ في الار اي وهو ذا موست كومن سايت بتفتح فيه يبقى الار في. طب لا هو مش باين عشان برضو احنا مش شايفين عشان احنا بنصور نهايه الفيلم عشان نشوف الايه الستيرنج مش باين اصلا الستيرنج مش باين اصلا ايوه لانه مثلا ده ليت فباين بس هو برضو يا جماعه هنا دي عايز جيتش واحد هيقول ايه في ستيروزس فوق وفيلنج ديفكت وهيزنس ومش عارف ايه وزي الاصل في فوق ازاي بقى جاي تحت ما هو ماشي هو انت بتقول لي كده دلوقتي لا ما هو ممكن تلاقي تيجي تحت عادي بس ساعه الامتحان كده مره مش مره بقول فيستا لارج هو الامتحان ما يجيش لا فيستا مش مش الامتحان ما يجيش الكومنت اللي فوق كده هو كان مكتوب اللي هو لارج فيستولا اللي جت في الجروش اللي جت عشان كان لازم تبقى بس مش كاتبين هو لارج ايه فوق كام؟ لارج قصدي الشنط في واحد احسن في كيو اس ولا ليها سايز معين؟ لا بس كان بيس دي فوق 2 سم بيس دي فوق سم يعني بيس دي ايه؟ مكتوب ده فوق 2 سم لارج والبيس دي فوق سم لارج والبي دي ده فوق 600 تبقى لارج طب الكورونري فيستولا فوق كام فوق لارج؟ هو في الايس دي اللارج هي اللي عامله لارج شنط يعني هو برضه عامل هيمو دايناميك يعني اكتر من 5 كمان يعني هي هيمو دايناميك افكت هي هيمو دايناميك فكل مكان بقى يعني اللي عامله اسكيميا الفيستولا اللي عامله اسكيميا من الناحيه الثانيه خلاص وفي الكل اللي عامله لو هي فاتحه في الرايت سايد هتلاقي عملت كيو بي على كيو اس لقيتها مش اكتر من 1.5 يبقى مش عارف او الرايت سايد طريق او مش عارف لا هو مش ليفت مين هو ليفت ايوه ليفت كور في مين ليفت كور الاثاره فين برضو عشان ما ننساش الحاجات دي انت بتقول ايه ايوه طلع فيبرال وكده هتقول ايه اورتا ده رايت برضه شاهد انا شايفين هنا الريزل طلع لفت كده كده وراح جاي كده وبعد كده ايه اتقسم تو برانش واحد رجع ورا ليه ليه ده مش اسمه ليه ده ممكن يبقى مش احنا مش يعني كده انا ما اعرفش هو اسمه ايه بيتشال سيلفرتيبل قدامنا لا 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 في النص وعندي تو وكافي بس لا فرانك الفيرتيبل كولم في النص بتلاقي بي وتو كابل اوف ذا فريم يبقى انا موستلي كرينيال كمان لان انا شفت لان انا لما اجي كود السنه اصلا ذا فريم ما يطلعش من السنه بس انا ما قلتش كده يا فندم عشان ده مش كلام ما قلتش الشاشه اللي كده طب انا لو خدت خدت الرقم يعني انا قلنا ممكن طبعا احنا هنقول في الاخر ايه ان ده اي بي فيو وفي مثلا نقول كده ان جاي عشان شايف الفيكيشن بتاع الرايت كوروناري بايبس طبعا دي اللي سؤال ده دي حبي هل صح انت ما قلت لي يقول نفس النظام برضه في الليل يجي في الكلاس ايه الليل يوم الليل يوم ماله ما ده مش عليه اللي هو اه ممكن اللي هو كرين يلا ممكن ايبي كرين اللي هو ده عشان تطلع ليه استرومالس اورجنز اوف ذا ليفت كرونري فروم ذا رايت كرونري كاس هو ده بيتم هنا طرف النص هو جاب الترابيزه كده فبيتم هنا كده عليه ليه مش ده مش ده ماشي كده
دي اللي استنى موجود في حيري لاترال فيو. لاترال فيو اللي نازل بالطول ده طبعا بيصور في حاجه شويه بس نازل بالطول ده كله كده الاخر وبيدي سنتر المفروض اللي دي الجزء اللي فتح فيه بقى من فوق كده في نصه ده اللي خلاص جبت الدنيا مش هنا من فوق في الفيو ده بقى برضه دي اللي استنى موجود في دي كلها ولا ال دي تحت تحت ايوه عايزين بقى نقول برضو ال ال ليه ما فيهاش سينوس كده في كانت كوروناري انجيوغرافي خلاص دي كوروناري انجيوغرافي بالفيو فاكتور.